الحاجات اللي سريعا حضراتكم عايزين تقولوها لكل مشاهد بيسمعكم دلوقتي، وخصوصا الاجيال الاصغر سنا اللي لم تعاصر او لم تكن من الناس اللي متابعه الاحداث او قد ولدت حتى وقت حرب اكتوبر. نبدا بحضرتك، عايز تقول ايه؟ اقول للشباب بلدك عزيزه عليك، حافظ عليها وخلي يعني نفسك يعني وطنك ده لو فقدته هتبقى زي الدول اللي حوالينا. انت شايف سوريا ممكن وشايف نمر بنفس المخاطر اللي احنا بنتمنى حضرتك طبعا اشقائنا في العالم العربي يخرجوا منها. شايف سوريا، شايف العراق، شايف البلاد دي كلها حصل فيها ايه. البلد الوحيده اللي احنا يعني اقول ايه، احنا طب هتروح فين؟ وطنك مالكش غيره. فانا رسالتي للشباب حافظ على بلدك وحافظ على سيناء، وزي ما قال سياده العميد احنا سلمناكوا سيناء ومصر متحرره. فارجو يعني واتمنى من الله ان الشباب يحافظ عليها كما هي ويستمر في الدفاع عنها وزي ما هو حاصل حاليا دلوقتي. سياده العميد حابب تقول ايه؟ والله انا حابب اقول للشباب احنا عندنا امثله كثير للبطوله، يقروا عن الشهيد ابراهيم الرفاعي او ما كان يسمى مجموعه الاشباح، وكيف انها اوقفت شارون بكل قواته من دخول الاسماعيليه، وهم افراد مشاه افراد قوات خاصه اسلحه خفيفه، بعض الصواريخ المضاده للدبابات، اوقفوا تقدم العدو للاحتلال الاسماعيليه، وكبدوه في الصغره خسائر ليس لها حصر. اليهود، القوات الاسرائيليه، اسرائيل لم يكن يمكن ان تترك شبر احتلته الا اذا كانت عارفه انها معركه خاسره، وده احد اسباب انهم رحلوا. إلا إذا أجبرت على طرق. طبعا لأن هم كانوا سيبادوا، وتدخلت أمريكا لأنه خلاص إحنا كنا كقوات في شرق القناة، إحنا كل مدافعنا كان عندنا خطط للقصف المدفعي المركز من الشرق، ده بخلاف القوات التي تحيط الثغرة من الغرب، كان سيتم تدمير الثغرة بكل. الكيان الصهيوني منذ نشأته وحتى يومنا هذا لم يقم بإعادة حق واحد من مغتصب من كل الجوانب أو الأطراف اللي هم بغوا عليها واغتصبوا حقوقها إلا بالقوة، إلا إذا أجبروا على هذا. إذا أحس أنه هو خاسر، وبعدين هو الخسائر إلى الخسائر البشرية عنده موجعة. بس اسمح لي، أنا عايز أضيف حتة هنا لسيادة العميد بالنسبة للثغرة اللي هو 182 اقتحام جوي بتاعنا بالقائد بتاعه الله يرحمه العقيد اركان حرب اسماعيل عزمي، اشترك في هذه المعركه وكان لي تاثير قوي جدا على عدم دخول اليهود الاسماعيليه في قرار خده القائد وتم تنفيذه، واشترك فيه سياده اللواء سيد من المهندسين اللواء، وانا كان لي دور فيه معاه. ايه هو القوات الخاصه حضرتك سواء مظلات او ما انا بس عشان هم فعلا الابطال الحقيقيين لمعارك الثغره، بس عشان اللي هو يعني بتاعنا الحقيقه ما خدش حقه، فانا بتكلم بالنيابه عن القاده بتوعه والافراد الجنود والصف الضباط والضباط اللي استشهد منهم واللي موجود على قيد الحياه. اللي هو دخل في توقيت اعتقد ان المدرعات الاسرائيليه كانت على وشك دخول الاسماعيليه، فكان في قرار بعد ما قواتنا عقيده اسمها النصر او الشهاده، أو الشهادة. دي عقيده الجندي المصري المقاتل المصري اللي تتفوق على الحسابات. النصر العقيدة او الشهاده. نتصرف ازاي بقى في هذا التوقيت علشان تحارب ده؟ كلنا نتدرب على الار بي جي، كلنا من قيادات. انا معايا صور على فكره، انا كمهندس بتدرب على ار بي جي. ليه؟ لان المنطقه فيها زراعات وفيها بتاع، خلاص بقى القتال بقى متلاحم. وتقاتل الدبابات دي ازاي؟ من خلف شجره، من خلف بيت، من خلف تبت، من خلف استغل بقى الظروف، استغل الظروف في المنطقه. ويجي لنا منشور مكتوب من سعد الشاذلي الله يرحمه، الدينامو المحرك، لازم منشور مكتوب كيف نقاتل في هذه الاراضي.
كلنا نطلع نتدرب تفصيلي في شرح تفصيلي كيف نقوم نطلع كلنا نتدرب ومصورين على فكره على الدبابات دي اللي هي عامله 60 كيلو. إيه اهم توجيه حضرتك بتعتبره كان يعني بدرجه ما كنتوا محتاجينه جدا من التوجيهات اللي كانت موجوده عن طريق الفريق سعد الشاذلي رحمه الله؟ ده في كل موقف كان بيجي لنا منشور، في كل حاجه نتعرض لها يجي لنا منشور. بس بعد اذنك انا عايز بس تقول له قصه الحته بتاعتي دي مهمه جدا. كيف اقف هذه سيادة العميد قال ان اللي هو المدرع ده 111 دبابة. الهدف الرئيسي للثغرة ان هو يقود عمل الناجح جدا وهو الجيش التاني. الجيش التاني كان يعني محقق النجاح كما الكتاب بيقول، فهو عايز يتجيب له شوكة في الخلف، فالهدف كده يوم يجي وراه منين؟ الاسماعيلية. شارون غامر بهذا على اساس ان هو يوقف، لان كان فعلا ممكن الجيش الثاني ده يصل الى المضايق. ثالث لما تعثر عشان الستر الترابي مش عشان حاجه خالص واتفتح الثغرات فيه، دي كانت قصه اخرى. طب انت ازاي توقف الدبابات دي؟ انها ده بتدوس على الناس، ده في تبه اسمها تبه الشيخ حنيده، انا لسه فاكر البتاع ديت، داسوا على الناس اللي كانت فيها بالدبابات لانه ما بينزلش منها. ده ما بين طوسن. أيوة. وجبل مريم. أيوة. اصلا كان مركز ملاحظتي قبل العبور في الشيخ حنيده. ايوه انا عندي جندي استشهد على كسيب الخير في شرق القناه تحت جنزير دباب، حصل نوع من الانهيار المعنوي نفسي. طبعا فبالتالي انت هو ما بينزلش من دي خالص، هو فتح نيران هذه الاسلحه وما بينزلش منها. فتح الرشاط وما بينزلش، مفيش اي مواجهه مباشره خالص. طب بتتعاملوا ما جت بقى جالنا ما جاء يعني كان لازم ناخد شويه بقى حاجات اللي انا بقولك عليها بقى، يعني الفكر بقى بتاع طلعت الاسماعيليه فيها هويس موجهها بقى بعد كده من الاسماعيليه للسويس، بتمشي بحيث قناه السويس هي طالعه من هنا من مصر مسترد. عند الاسماعيليه بتخش يمين خلف في مسار موازي مسار بتاع. يعني اقول مفارقه حصلت ساعتها ان لما جينا طيب نعمل ايه؟ قلنا لازم عشان ما نخليش الناس دي تعدي هذه الترعه وتروح ناحيه الاسماعيليه فجرنا الجسر. كان ده قرار من قائد اللواء الله يرحمه، لازم الله يرحمه. فجرنا الجسر، غرقت المنطقه ميه، مفيش دبابه بتتحرك. اوقفتوا مسيره الدبابات دي خلاص، كل الجنزير بيلف على الهواء وانتهت قصه. مش قادره تمشي على الميه، مش هيقدر بقى، الارض بقت رخوه ف خلاص كده مش صلبه كفايه انها تحتمل حركه الدبابه، فاوقفتوا مسيره. هي ارض رمليه اصلا وكانت مزروعه وفيها محاصيل وفيها حاجات، واعتقد ده يدي كمان فرصه للتعامل او للتفكير في طريقه افضل للتعامل للقوات المصريه. بقت اهداف ثابته، عدم حركه المدرعات بقت اهداف ثابته، بقى كل اللي معاه. يعني احنا ضربت ار بي جي على احد الدبابات والبرج ده صار بقى الواحد يعني لا يعني عايز اقول لك بقى في خلاص في اسلوب، يعني بدا يبقى في قدر من التكافؤ في المعركه هنا بقى نوعا الى حد ما يعني مع فرق العتاد طبعا. بس بقول لك شارون ساعتها يعني كاد يعني ايه على فكره هنا جاله القرار، جه قرار ولقطته كان معانا عناصر حرب الكترونيه، لقطت اشاره من هناك بوقف بتاع ده والتجمع ل وقف تحرك المدرعات دي والتجمع علشان الامداد بقى طويل يرجع، ما هو عشان يمدوا تاني ويبدا يتجمع علشان هيشوفوا ازاي يرجع او هيشوفوا ازاي يعني مسار بديل او ازاي يتحرك تاني. فهو شارون زي ما قيل واتلقطت اشاره برضه بالحرب الالكترونيه بتاع دي ان هو قفل معاهم واتجه ناحيه الجيش الثالث. طيب. ده خد القرار كده.